اعتقد يعني كنا واخدين الرشاد معانا من مصر يعني من البيت. اختيار انك منتخب مصر يلعب مع منتخب النجمه والاحترامي ليهم فرقتين كبار يعني من اكبر فرقتين في لبنان يعني. فكان اختيار سيء جدا. المهم احنا بالنسبه لنا في الملعب الامن اللي بره جيش وكان ساعتها تعرف عشان لبنان كان فيه ظروف الحرب والحاجات دي فكان ما كانش شرطه كان جيش ومعاهم اللي هو الرشاشات دي. انا وحسام ولا لينا في الموضوع خالص. ابراهيم المصري في لعيب بيضايقه في الملعب واللعب شغال لعيب من الاحتياطي بتاع الفريقين بتاع لبنان نزل طار زي بروسلي في كاراتيه في ابراهيم المصري. طبعا انت عندك دم انا وحسام ربنا خلقنا عندنا دم. الوحيدين اللي روحنا ننقذ ابراهيم حسام راح عشان يدافع عن ابراهيم المصري. الجيش ده نزل واللعيبه وضرب في ابراهيم المصري واشتباك وضرب في حسام. انا شايف انا بلعب ناحيه اليمين فشايف المنظر وشايف واحد من الناس بتاع الجيش بيرفع ظهر الرشاش على حسام عشان ينزل بضاعه. مفيش الا انا وحسام والكابتن علاء شاكر اللي في المجموعه كلها كان عندها دم. بشد عشان ما يخبطش لان شايف المنظر وبينزل على على دماغ حسام فشدته قبل ما ينزل عليه بس صوره اننا ماسكين الرشاش.